هنيئا للأمة الإسلامية بهذه التوسعة العملاقة، هنيئا للمسلمين في كل مكان بهذه التوسعة التي تشرفون عليها شخصيا وتتابعونها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه التوسعة في عهدكم الميمون، وتشاركوا في افتتاحها وتفرحوا بها يا خادم الحرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما أفرحنا اليوم بعيد الفطر أن يفرحنا بالانتهاء من هذه التوسعة العملاقة التي سيستفيد منها مئات الآلاف من المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما تعالت أصوات المؤمنين بالتكبير. الله أكبر، ما عمت الفرحة الصغيرة والكبير. الله أكبر، ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير. الله أكبر، نفرح بها وقد انتصرنا على أنفسنا ونفذنا أوامر ربنا. الله أكبر، ما أحيينا سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، يسرني أن أنقل لاقة الصوت إلى زميلي أحمد حنتوش. تعلن عن فرحة المسلمين وعن انتمائهم لهذا الدين الحنيف وعن تمسكهم وتقربهم إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من خير عميم. كثير من الأجناس أتت إلى هنا، صور أيها الإخوة كما تشاهدون، إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى يرفعون إليه أكف الضراعة أن يتقبل منهم ما مضى من صوم شهر رمضان وما قاموا به ليلهم وما بذلوه في نهارهم من تلاوة للقرآن الكريم. لحظات أيها الإخوة، ويتوجه إمام المسجد الحرام إلى المسلمين في خطبتين الجمعة، صلاة العيد، صلاة العيد يا ثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.